مساحة مزروعة حاليا حوالي 150 هكتار دولة حبوب، تمت الزراعة أواخر شهر جويلية. كانت هذه الزراعة ضمن استراتيجيات الدولة الموصى بها في إطار تحقيق الأمن الغذائي للدولة الجزائرية. الاتفاقية التي أبرمت مؤخرا بين وزارة الفلاحة وديوان تغذية الأنعام بخصوص توسيع المساحات المسقية ورفع بخصوص توسيع المساحات المسقية لنبات الذرة ورفع مردود الإنتاج تتمثل في تقليص فاتورة الاستيراد بالنسبة لهذه المادة. قمنا بزراعة حوالي 150 هكتار، إن شاء الله نتوقعوا إنتاج حوالي 70 قنطار في الهكتار، وإن شاء الله فغادي يكون فاني حوالي 500 هكتار في المستقبل.